تقول احترم الملحد الحقيقي. الملحد الحقيقي حقيقة. هل تحترمه لأنه شجاع مثلا تعتبره؟ لا، لأنه يبحث عن الحقيقة. يبحث عن الحقيقة. طيب وإذا كنت أنت واصل الحقيقة ومؤمن فيها، يعني ليش تعجب في واحد مختلف عن رأيك؟ لا، لأنه هو 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 إيمانه أعظم من إيماني. يعني أنا ولدت وأمنت وخلصنا. هو يبحث عن هذا الإيمان. والله سبحانه وتعالى هو يعني هذا العبد عنده أهم من العبد اللي جاي على طول ومسلم بهذا الإله، لأن هذا بحث حقيقي ويقين عظيم. يعني هذا الكلام تسقطه إذا كان في النهاية بعد هذا البحث آمن، ولا مطلق تسقطه عليه؟ عاد أيا يكن، يعني إذا طيب. آمن طبعا هذا يعني. طيب أنت حذفت التغريدة هذه؟ لا، دورنا ما لقيناها اليوم. لا هي. أجل يمكنني حذفها. لا ما حذفت.